مشوا حطونا بالسيارات البوليس وصاروا يمشوا معنا يمشوا بالمدينة هناك في مصانم وي 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 وتقول يعني كامشين شي عصابة شي شغلة أو مرتكبين شي جريمة كبيرة. أخذونا مثل مخفر أو شي، صار يحققوا معنا وكل واحد يفوت يحقق معه ساعتين ثلاثة حسب على بصمات وما بصمات هيك لحتى 4 أيام. بعد 4 أيام يعني شلحونا مصرياتنا وتليفوناتنا، والتليفون بدك تفتح كلمة سر قصبا عنك مشان يفتشوا التليفون، وما هون ما عم تحكي انت لا عم تحكي مع اهلك ولا عم تحكي مع حدا ولا بتعرف شو صار، عجب المهرب شو صار معه، عجب المهرب هرب ولا راحوا مصرياتنا ولا حدا داير عارفان نحن وين شو صاير معنا. المهم بعد اربعة ايام بالحبس على تحقيقات وبصم وهيك بدوا يرحلونا على النيجر. نطرنا الباصات، اجى باص طلعنا وقال في رتل باصات تقريبا شي 35 باص. طلعنا نحن بباص احدى الباصات ومشينا من مستغنم بدنا نروح على النيجر، يعني من مستغنم تمرق بكل ولايات الجزائر لتوصل للنيجر. ضلينا 4 أيام على الطريق بالنيجر لنروح على النيجر، 4 أيام بالباصات شي 35 باص، كل ما نوصل على ولاية يتجمعوا باصات أكثر. لا وصلنا على النيجر بعد 4 أيام ممنوع تنزل. طبعا كنا شي 3000 بني آدم ونحن كنا شي 20 واحد سمر يعني أبيض، والباقاوي كلهم كانوا أفريقية من أفريقيا، يعني من معظم الدول الأفريقية، غينيا كاميرون نيجر نيجيريا. المهم بعد ما وصلنا على النيجر زتونا بالصحراء لحالنا